وأعتقد بأن هذا البيان جاء ليخمد ما يدور في الانقسام الكبير اللي راهو في الرأي العام، لأنها أصبحت قضية رأي عام بور كونتر، شغل تولي تحوس على بلاصة وين تروح تريح كي تخرج من الدار، وين ما يحكيولكش على هذا السوجي. صراحة أصبح قضية رأي. اليوم هاد لو بونوم الى ريفوزي دو ريزيلي سون كونترا، اليوم هاد الانسان سيتوجه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ابخي كو التمجيد اللي كان لو حطوه في مرتبه، اليوم تروح تشارع بلاد عطاتك 12.5 مليون دورو في 5 سنوات، ولا مدرب في تاريخ كرة القدم الجزائرية وفرت له الحماية والدعم وال حشد الجماهير الحشد ولا لوجيستيك. اسمع، منتخب اللي سافر من قسنطينة لعنابة فور سبيسيال سافا با نو، وشحال كان من عنابة قسنطينة؟ هذا المنتخب راح لي فور سبيسيال، التربص في افضل فندق في لومي، الاتحاد الجزائري مول اعادة فندق لاعبين وحدهم، تقول رانا في كلير فونتان لي جوار كل واحد في لاشومبر ديالو كيما كان في كاس العالم الماضيه للمنتخبات الكبيره. كل الظروف وفرت، ما كانش كاين بلاصه للعذر. حنا درنا العذر الفار في كاس العالم، جبنا قاسما العذر قاسما، موريتانيا لازم الفار ولي زاربيت باش تربحهم. نشوفوا منتخب بوركينا فاسو فاز عليه منتخب انغولا، واليوم فاز عليه المنتخب المالي وقريب تعادل مع منتخب موريتانيا. ميدو، انت قلت جمله، قلت بعد اخفاقاته الثلاثه المتتاليه كان يجب عليه ان يقدم استقالته، ويعني لم تكن ابدا تخطر على بالك فكره انه سيبقى. ولكن هو لو يرد عليك يقول لك يا ميدو انا امضيت عقد، هدفي هو التاهل الى نهايه كاس العالم، واقرا العقد لا يوجد اي اهداف في نهايه كاس امم افريقيا، لماذا تريد مني ان استقيل رغم انه لا توجد اهداف؟ هنا لازم رئيس الاتحاديه السابق نورمالمون يل دو اتر كونفوكي، باسكو باش دير كونترا هكذاك ما تقوليش ضغوطات وقانون، لانه القانون يقول لك شكون لي سينيا. اليوم لو تكون فيه محاسبه يتحاسب الانسان اللي وقع العقد، دوك داروا له لا بريسيون ما دارولوش، القانون لا. باش ما نقولش الجمله فقط احتراما للسيد، اليوم انت مضيت عقد مع هذا المدرب، خويا انا لو كان زعما انا رحت ندير كونترا كيما اللي داروا بالماضي ما نقدرش نديرو، راتب ب 208000 يورو، عقد بدون اهداف، تهدر تخون، حدثت الكثير من الامور، لذلك كنت انتظر الاستقاله. لكن اليوم هذا الانسان راح يمشي الاتحاد الدولي باش يشارع الاتحاد الجزائري لكره القدم. مازال ما مشاش ميدو، مازال ما مشاش. ريزيلياسيون اونيلاتيرال الكوندويا كوا، انت اليوم رانا وياك عندنا عقد، انا اليوم نقرر، انت ما حبيتش تستقيل، انا نقرر نقيلك ونخرج بايا اليوم بايا. ممكن ما يمشيش الفيفا، ممكن ما يمشيش. وكيف ما يمشيش الفيفا؟ لماذا لم يوقع هذا الفسخ؟ لا ندري، هو لم يتكلم بعد. بصح معليش، هذا الغموض اللي صرا، علاش يلا دوموندي اون بيريود دو ريفليكسيون، ومن بعد لا بيريود دو ريفليكسيون اي نا با ريسبكتي لا بيريود دو ريفليكسيون، خلاصت ما هدرش مع وليد صادي، بعدها امس اذا تتوقع ان يذهب الى الفيفا ومشى لقطر، حمل كل اغراضهم سيدي موسى ومشى لقطر باسكو نعم. بينه وبين روحه يعرف بلي سي لا فان. بلال، والله المؤسف كامل في هذا الموضوع انه هذا الناخب الذي جلب كاس امم افريقيا في 2019 يخرج الان من الباب الضيق. والله ما نقول يعني اقاله، ليس نعم طلاق بالتاء، اقاله. نعم يا صاحبي لونترينور بارتو في لو موند اونتي هكذا، وين اليوم تكون يعني تفوز بكاس العالم، ومن بعد المره الجايه دير ان ايشاك دوزيام ايشاك تقيل. اليوم يعني كي خرج بها يعني الاتحاديه الجزائريه خرجت بهذا الكومينيكي هذا، تسمى باش ما يبقاش يعني الشعب ولا يعني نقول لي سيتوايان الجيريان يقولوا راح ما راحش راح ما راحش منا. اليوم كاين بيان، كاين كومينيكي اللي خرج قال فسخ العقد من جهه واحده، ودوك تبقى امور اداريه يعني شوف المدرب وش حاب يعمل. من الاتحاديه انت قلت في الحصه الماضيه ممكن تدخل بعض الوسطاء من اجل حل حاله الامور. انا قلت باللي تيدخلوا الناس باش يسقموا بيناتهم باش تكون يعني الاميا بيتو. اليوم الاتحاديه فسخ العقد من جهته، فسخ العقد، يبقى يعني الامور تاع المدرب هو راح يختار وش من طريقه اللي يمشي بها. نعم، هل يستحق بالماضي الاقاله؟ لا، المفروض كان يستقل.
المفروض كان يستقل بعد ما نقولش بعد كاس افريقيا في الكاميرون، لان ما كانش عندنا وقت كبير بين نهائيات كاس افريقيا في الكاميرون والمقابله الفاصله مع الكاميرون، ولكن بعد المقابله الفاصله كان عليه ان يستقل محمد، لان خلاص ما قدرش يمد اللاعبين. اوكي في 2019 جبت فلسفه جديده، لاعبين صغار شبان، اعطيت لهم واش عندك، ولكن من بعد خلاص ما عادش تقدر تمد. وليد صادي تصرف بحكمه في ضمنها لما 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 هو ان الناخب الوطني يعني ما خلالوش اختيارات؟ ما خلالوش اختيارات، ولهذا ما قعدش يستنى، لان كان ضغوطات كبيره محمد. كان المؤيدين واللي ضد بقى او اللي مع البقاء، ولكن بهذا القرار هذا اللي طاح اليوم يعني خلاص الحكايه جمال بالماضي مع المنتخب الوطني انتهت. احنا واش نقول لك، نتمنوا له يحكم فريق كبير او منتخب كبير وان شاء الله ينجح معاه. نعم الشيخ ميدو قال كنت انتظر استقاله. انا كنت انتظر اعتذار قبل الاستقاله او الاقاله من شيخ يعني الناخب الوطني، لحد الان لم يخرج ولم يعتذر من الشعب الجزائري. اليوم في فقط في الندوه الصحفيه في بواكي قال لك نعتذر للجماهير والسلام عليكم. انا كنت حاب يعتذر يعني في بيان او في فيديو مستقل مثل ما فعل بعض اللاعبين مثلا محرز كاع اللاعبين تقريبا في تويتر في انستغرام، لانه علاقه طيبه تربط جمال بالماضي بالشعب والجمهور الجزائري. الفاف اليوم قالت في البيان بأن نتائج المنتخب الوطني في الفترة الماضية لم ترقى إلى تطلعات الشعب الجزائري. أنا محمد كوب دافريك اللي فاتت ولا كوب دي موند اللي فاتت كانت بيناتهم 45 جور. كنت الناس كاع كانت مام حنا عندنا هنا بارتو يتكلموا على الحكم قاسمة وعلى لا كوب دي موند. انا كعطاني لا بار رضوان تكلمت على كاس افريقيا قبل كاس العالم. والتما اللي قلت دو زيشاك في 45 جور قلت الفالي لا ديميسيون. ممكن جيتي لو سول كاع كانوا يتكلموا الا على الاربيتراج. قلت لازم لا ديميسيون، سي يو افي با ديميسيون لازم لافاف تدخل. انا عم بالي كانت لافاف، من بعد بار لا سويت فهمت بلي ما كانش لا فيديراسيون. تما من بعد كي شفت بلي ايزون ريكوندوي لو ستاف عاودوا داو، انا تما حلفت امام الشعب الجزائري ما نزيدش نتكلم على الستاف. نعم. واليوم ما نقول لك والو على اقاله ولا استقاله ولا حبيت حتى بقاله كاع. ما نتكلم لكش على هذا الشيء انا كاع. انا تهضر معايا في المستقبل نتكلم عليك، دركا ما نتكلمش. نعم. إذا كان لدى أحدكم أي إضافة قبل أن نختم هذا البرنامج؟ خلاص؟ خلاص. شكرا، بارك الله فيكم. أعطينا فرصة نقولوا هذا يا نعم احنا. في الأخير نتمنى حظ سعيد للناخب الوطني جمال بالماضي في تجربته القادمة، وحظ سعيد أيضا للمنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله وليد صادي سيقوم بالاختيار المناسب بجلب المدرب الأفضل من أجل قيادة المنتخب الجزائري إلى نجاحات أكبر إن شاء الله.